أنا اقترحت عليهم إنه سيبكم يا عسكر تحموا الثورة، وخلوا عبد الرحمن العرياني بشخصيته العالم الأديب الشاعر المناضل السياسي الذي سجن عدة مرات والذي ردوه من الإعدام هو يتولى الرئاسة، وأنتم تحموا الثورة، وهو يكون أجهزة الثورة وأنتم تحموا. نعم، هذا الاقتراح أنا الذي حطيته، لكن الضباط كانوا متأثرين بثورة مصر. نعم، إنه لابد من شخصية عسكرية تتولى الأمور المسألة وهم يعيدوها. نعم، مثل ما محمد نجيب والعبد الناصر وأصحابه كان عندهم هذه القناعة. قلت لهم طيب على كل حال ليس أمامكم إلا شخصين، أما عبد الله السلال وأما عبد الله الضبي. عبد الله الضبي مدير الأمن العام. نعم. والسلال رئيس الحرس الإمام. نعم. وأنا قلت لهم أعتقد أن الشخص الذي ممكن أن يقبل هو السلال. هو السلال، لأن السلال مش ما يفكرش كثير في الموضوع، عنده روح المغامرة. نعم. تقرر إرسال عبد السلام صبرا إلى السلال يوم الثلاثاء، رحلة عنده وبلغه بالموضوع وأنه يقود الثورة. نعم. قال أنه موافق بشرط يعرف كل شيء، يعرف الأسماء، يعرف الضباط منهم، يعرف